السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اسأل الدكتور. معايا النهاردة الدكتورة نيرة صلاح، استشاري التغذية العلاجية بجامعة الأسكندرية. وطبعا احنا بنستكمل سلسلة حلقات بنتكلم فيها عن المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع أو المشاكل الصحية اللي احنا دايما عندنا أسئلة عنها. الامتحانات قربت وطبعا القلق بيزيد، الإجهاد بيزيد، أولياء الأمور أو الأمهات عندهم مشكلة مع ظاهرة النسيان عند الأولاد. تعال الأول نتكلم مع الدكتورة عن الإجهاد والإرهاق ومشكلة النسيان، يعني ناخد كده إيه فكرة عامة عنهم وبعدين نبدأ نخش في التفاصيل، لأن الموضوع ده مهم جدا عشان الامتحانات إن شاء الله. اتفضل. أولا مساء الخير، ازيك يا أستاذ محمد؟ تمام. إحنا النهاردة هنتكلم عن الإجهاد. هو الإجهاد اللي بيؤدي النسيان، يعني إيه الإجهاد بيؤدي النسيان؟ في عوامل كتيرة جدا بتؤدي النسيان، زي الضغط العصبي والتوتر العصبي بشكل عام، كمان عندنا الملوثات اللي موجودة عندنا في البيئة زي الأكل الملوث، زي عوادم السيارات، الدخان، الحاجات دي كلها طبعا بتأثر على الضغط العصبي والتوتر العصبي بشكل عام. اللي أنا عايز أذكره إن عندنا دايما الحاجات اللي هي بتزود الشوارد عندنا، أو الحاجات اللي هي بتبقاش كويسة اللي بتوصل، أو الدم اللي بيوصل للمخ اللي هو الدم اللي بنقول عليه اللي هو مش نظيف، تمام، هو ده اللي بيكون عن طريق المواد الملوثة اللي هي بتعمل نوع من أنواع البوليوشن، تمام، اللي هو الدم الفاسد اللي تمام هو بيوصل. حتى حتى يقول لك إيه ده، أنا مخي اتأكسد، يعني مخي اتأكسد، يعني وصل حاجات دم أو مواد عندنا غير طيبة وصلت للمخ فأدت إلى أكسدة المخ عندنا، وطبعا أدى إلى نوع من أنواع الضغط العصبي والاسترس والنسيان. تمام تمام. طب احنا قبل ما نبدا نشوف الوقت الكارت اللي بيهم كل اولياء الامور الاغذيه اللي بتعالج الاجهاد والضغط العصبي، عايزين نقول كده ان في فكره ودي هيبقى لها حلقه ان شاء الله خاصه بيها، الحجامه. هل الحجامه ليها دور في التخلص من الدم فعلا الملوث او الفاسد اللي بيوصل للمخ؟ طبعا هو الحجامه ليها دور رئيسي جدا في علاج الاجهاد بشكل عام، وكمان تقويه الذاكره والنسيان. عايز اقول لك ان الحجامه لما نيجي نعملها بنعمل حجامه الراس دايما من الخلف. ليه حجامه الراس دايما بتبقى من الخلف؟ تمام. لازم في سنتر عندنا موجود في منطقه البرين عندنا من ورا ومتصله بالسباينال كورد بالحبل الشوكي. السنتر ده مهم جدا، هو اللي بيوصل المفروض الدم للمخ. تمام. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ في خلايا عندنا اسمها خلايا جذعيه، الخلايا الجذعيه دي هي اللي بتكون سبب رئيسي فيها بروتين، البروتين ده بيعمل تدمير للخلايا بشكل عام. الخلايا الجذعيه دي اللي موجوده عندنا في الدماغ، العمود الفقري، تمام، متصله بالدماغ، مركز الاتصال بتاعها في الدماغ. ايوه تمام. تمام. دي فيها بروتين بنسميه البيتا امايلويد. تمام. بيتا امايلويد ده بيعمل نوع من انواع الديستراكشنز عندنا للسل اللي هي بنسميه تدمير للخلايا. تمام. فعشان كده بيسبب زهايمر. طيب ايه الحل بقى ان احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل حجامه عشان نطلع الدم الفاسد كله، نخرج الدم الفاسد كله، وبيوصل بعد كده الدم اللي بنسميه الفريش او الدم اللي بيكون هيلثي صحي. تمام. وبالتالي كده انا بساعد على تقويه الذاكره وعدم النسيان. طب دلوقتي احنا هينزل على الشاشه يعني دلوقتي الاغذيه التي تعالج الاجهاد والضغط العصبي، وهنتكلم بشكل مبسط. انا هقول لحضرتك على الاسم وحضرتك تقولي لي في فكره او في جمله ده بيعمل ايه، لان الموضوع ببساطه شديده طبعا احنا عايزين نبسط المعلومه للسيدات او الامهات، لان الموضوع ده مهم جدا 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 في الفتره اللي جايه. الوقت هينزل على الشاشه كارت عليه الاغذيه التي تعالج الاجهاد والضغط العصبي. نبدا الاول بالحلبه والعسل. ايه دور الحلبه والعسل؟ انا عايزه اقول لك ان الحلبه ليها دور رئيسي جدا في علاج الاجهاد والضغط العصبي. احنا اخذنا معلقه صغيره من الحلبه مع معلقه من العسل وخلطناهم مع بعض في كوبايه ميه، تمام، وخلطناهم كويس جدا لمده 10 دقائق. بالنسبه للاجهاد الشديد بتاخد كوبايتين يوميا، بالنسبه عادي ما فيش اي اجهاد شديد بس الموضوع نورمال بشكل طبيعي بتاخد بس كوبايه. تاني التفاح تاني ده اساسي، الحلبه والعسل. ايه الحلبه والعسل؟ ان انا باخد معلقه من الحلبه المطحونه وبحطها مع معلقه العسل وبقلبها كويس جدا، وباخدها دايما بعد كل وجبه. تمام. بالنسبه للاجهاد الشديد دايما بيكون مرتين يوميا، لكن بالنسبه عندنا للنورمال بشكل عادي بناخد بس كوبايه مره واحده يوميا. طيب التفاح، التفاح احنا بنقول دايما تناول تفاحة واحدة بس يوميا بقشرها، دي بتمنع زيارة الطبيب. تمام. السمسم، السمسم ده مهم جدا لان هو بيكون غني عندنا بالمغنيسيوم وفيتامين ايه، كمان بيزود الطاقة بشكل كويس جدا.
اللوز اللوز برضو بيكون غني بالمغنيسيوم وبيزود الطاقة وكمان بيعالج الإجهاد بشكل كويس جدا. الموز الموز انا عايزين نقول ان الموز بيكون غني بالكربوهيدرات والبوتاسيوم، وعايزه اقول كمان ان هو بيزود افراز هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعاده وبيطلع طاقه بشكل كويس عشان جدا. كده القرود والنسانيس بيبقوا سعده. اه طبعا. طيب احنا عايزين نتكلم كمان عن الاناناس والتوت. الاناناس والتوت والشمام والرمان، المجموعه دي يعني من الواضح انها من المجموعات القويه جدا اللي بتساعد في تحسين وظائف الجسم بشكل عام. هو احنا لما بنيجي نتكلم عن الاناناس والتوت عندنا والشمام دي كلها بتكون فواكه سالبه، ليه بنسميها انتي اوكسيدنت مضاده؟ فواكه ايه؟ فواكه سالبه. يعني ايه فواكه سالبه؟ هي انتي اوكسيدنت مضاده للاكسده. يعني ايه مضاده بقى للاكسده؟ طبعا هي بتساعد على تقويه الذاكره والنسيان وكمان بتعالج الاجهاد بشكل كويس جدا. المهم بقى في الحكايه دي كلها الرمان. الرمان ايه الفانكشن بتاعته او ايه الوظيفه الرئيسيه بتاعتها؟ تمام. ان هو بيعالج الانيميا وكمان ضعف الاعصاب، يعني غير الاجهاد بيعالج الانيميا تمام وكمان ضعف الاعصاب بس بشكل حلو جدا. البقدونس والكرفس كمان، يعني اصل البقدونس والكرفس دول ليهم لا دي قصه تانية بقى. انا لما باجي اتكلم عن البقدونس بس لوحده بقول ان البقدونس ده من المواد المناعه للاجهاد. أيوة. تمام، ان احنا باخد هزمه من البقدونس وبغسلها كويس جدا تمام، ودايما باكلها للمريض مع الغداء ومع العشاء. ده بالنسبه للاجهاد. لكن انا بقى لو خلطت البقدونس مع الكرفس الاثنين مع بعض ده بنسميه انتي ديوريتيك. دي بتكون مواد عندنا مضره للبول. يعني ايه مضره للبول؟ بتنزل كل الميه اللي بتبقى ستارش بتبقى مخزنه عندنا في الجسم. تمام. طب احنا لو اخذنا الكرفس بس لوحده لا، الكرفس لوحده ان احنا بناخد حزمتين يوميا تمام، وده بناخدها لمده 6 شهور. مش بس بيعالج الاجهاد لا، كمان ده الناس اللي عندهم نوع من انواع ضعف الاعصاب. تمام. السردين والسلمون من الاكلات اللي بتوصف باستمرار، السردين والسلمون وهنربطهم بعد كده بالاوميجا 3 صح كده؟ ما هو تمام. احنا عايزين بقى نقول ان السردين والسلمون دي اصلا عباره عن اوميجا 3 تمام. الاوميجا 3 بقى ايه الوظيفه بتاعتها؟ هي بتحسن الذاكره وبتقلل عندنا النسيان وبتعمل نوع ان هي بتعالج الاجهاد وكمان ضعف الاعصاب. مش بس كده، لو احنا ما بناكلش مثلا مش حابين السلمون والسردين والاسماك بشكل عام اللي بتحتوي على الاوميجا 3، احنا بناخد كبسولات. في كبسولات الاوميجا 3 بتاخد كبسوله كل يوم، وبالنسبه للاطفال في شراب عندنا الاوميجا بياخد معلقتين يوميا. يعني الاطفال ليهم اوميجا 3 بتركيزات يعني طبعا على حسب الايدج عندنا العمر بتاع الطفل. انا في اسم يعني اللي هو القسط الهندي والبحري، انا بتسال كتير او في بعض الناس على الصفحه لو حضرتك شوفي يعني في الرسائل القسط الهندي والبحري، في ناس مش عارفين هو ايه، فهو عشب صح؟ بص، هو القسط الهندي والبحري ده عباره عن نبات. تمام. في منه نوعين، في نوع منه بيكون حار وفي نوع منه بيكون طعمه كويس جدا مفيش اي مشكله. حار زي الجنزبيل كده. بس طبعا هو انا عايزه اقول لك ان حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان اسما لو تديتم القسط الهندي والحجامه. يعني ايه القسط الهندي والحجامه؟ القسط الهندي والبحري ده بنقول عليه ليه وظايف كتيره جدا موجوده عندنا. زي مثلا ان هو بيعالج المشاكل الحمل بريكنانسي بشكل عام. بيعالج الناس اللي عندهم التهاب في اللوز. كمان ليه قدره عاليه جدا على رفع الجهاز المناعه الموجود في الجسم. كمان بيحارب البكتيريا، بيظبط الهرمونات، ليه وسائل كتيره جدا. بيزود المواد الطيبه اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول ان هو بيقلل التلوث بشكل عام، وبيزود المواد الطيبه اللي بتوصل عندنا للمخ اللي هي اساسا اساس النسيان وضعف الذاكره. ايه افضل وصفه لتناول القسط الهندي؟ يعني ايه الوصفه المنزليه اللي ممكن تتعمل بطريقه مبسطه علشان خاطر نستفيد بيه؟ احسن وصفه ان ناخد معلقه صغيره 7 مرات. الوصفه دلوقتي قدامكم على الشاشه مع الدكتوره. هو انا في الاول لو انا اتكلمت عن القسط الهندي على اساس ان هو باودر تمام، ان انا باخد معلقه صغيره 7 مرات يوميا. تمام. او باخد معلقه صغيره مع معلقه عسل نحل مع نص معلقه عندنا من الليمون او نص ليمونه مع كوبايه ميه مغليه. ودي بناخدها مرتين يوميا. تاني يا اما باخد عندنا في الباودر معلقه صغيره 7 مرات يوميا، او باخد عندنا معلقه
صغيره مع نص ليمونه مع معلقه عسل نحل مع كوبايه ميه مغليه، ودي بتبقى مرتين يوميا. في بقى حاجه ثانيه، هو في طبعا زي ما احنا قلنا من شويه ان هو طعمه بيكون مر، فاحنا بنعمل ايه؟ في ساعات بنطحن نفسها بشكل باودر، بنعمله في شكل كبسولات وبنعجنها مع العسل وبنديها للباشن عندنا مرتين يوميا، مره الصبح ومره بالليل قبل النوم. من الواضح ان الاعشاب الطبيه مهمه جدا جدا عند الكثير من الناس. في دلوقتي ناس بتسال، في بيبلغوني دلوقتي ان في ناس بتسال على اوراق المراميه. احنا عايزين نعرف المراميه دي اللي هي المرمليه؟ ايوه صح كده. المراميه دي ايه دورها في تحسين القدرات العقلية أو الذاكرة، أو دورها في مكافحة النسيان، ودورها في الإرهاق، والحتة المهمة بقى جدا، هل في تأثير ليها على الحوامل؟ هل مصرح للحوامل إن هم يشربوها ولا لا؟ تعالوا نشوف مع الدكتورة نيرة الفكرة بتاعت المرمية، تعريفها واستخدامها والوصفة الجيدة ليها، وهينزل كارت برضو عن المرمية على الشاشة. هي فكره المراميه ان هي العلاج اصلا للارق والاجهاد بشكل عام، تمام، ومهمه جدا للاطفال، يعني انا للاطفال بالذات، تمام. احنا ازاي بنستخدمها؟ احنا بناخد معلقه من المراميه بس ما بتبقاش مطحونه، بتبقى غير مطحونه تماما، بنحطها في كوبايه ميه وبنقلبها لمده 10 دقائق وبشربها عندنا للمريض المفروض مره كل يوم، بس طبعا للاجهاد الشديد عندنا بستخدمها مرتين، دي ما فيش اي مشكله. دي المراميه، دي مراميه. ايه مشكلتها الحوامل؟ يعني هل الحوامل يشربوها ولا لا؟ لا طبعا، هي ممنوعة اساسا مع بريجنانسي، اي سيده حامل خصوصا في الشهور الاولى من الحمل ممنوع تماما، لان طبعا بتعمل ابورشن، بتعمل اجهاض وبتسقط الجنين خصوصا في الشهور الاولى. هي بتساعد على تدفق الدم، يعني هل هي ليها علاقه بتدفق الدم؟ هي بتعمل نوع من انواع البليدنج نزيف، فعشان كده بتعمل ابورشن. طيب احنا عندنا بقى، يعني انا اسف يا جماعه، انا بس بقى انا عشان بس انا مش دكتور، فبستقي المعلومات من الشارع من وسط الناس. في حاجة يعني جانكا بلوبيا، جانكا بيولوبا، جانكا بيولوبا، جانكا بيولوبيا بلوبيا. المهم هي اللي الدكتورة بتقول عليها دي عشان بسمعها كتير. أيوه. وبعدين بيجي لي أسئلة كده على الصفحة، بيجي لنا أسئلة على الصفحة، أجيبها منين؟ من الصيدلية. فيروحوا للصيدلي يقولوا له الاسم الكبير اللي الدكتور قالت عليه ده، فطبعا الدكتور هي اسمها جانكا بيولوبا. جانكا بيولوبا. إيه؟ طب لحظه بس مش هحفظها. جانكا بيولوبا، احفظوها، جانكا بيولوبا. طب دي بتعمل ايه، او ايه اصلا دي؟ يعني هي الجانكا بيولوبا دي نوع من انواع هربس الاعشاب زي باودر كده، تمام، بيجيب يعني من عند ايوه بيجيب من عند العطار، مش ملهاش علاقه خالص. قالوا لي وقعدت اسال في الصيدليه وما الراجل يعني كان هيطردني. ملهاش علاقه خالص، ملهاش علاقه خالص بالصيدليه والكلام ده. ملهاش علاقه بالصيدليه نهائي طبعا، يعني الصيدليه عنده دي بتتباع. بس عايزه اقول لك بقى الاستخدام بتاعها مهم قوي، لان دي من احسن المواد اللي بتدفق عندنا الدم للمخ، خصوصا لو استخدمها الباشن عندنا من شهر لثلاث شهور. الناس اللي بينسوا كتير والناس اللي ما عندهمش كونسنتريشن، ما عندهمش تركيز، وعندهم اجهاد دايما، ممكن الاطفال يشربوها او هي بس بنسبه معينه بتتاخد مشروب، صح؟ يعني ممكن او ممكن يحطوها في العصير، دي ما فيش مشكله خالص. يعني ممكن انا بشرب ابني العصير بحط فيه عندنا معلقه، بس معلقه صغيره جدا. حلو يعني مستساغ يعني، والله هو لا كده ولا كده. طعمها حلو، طعمها مر. يعني جانكا بيولوبا دي خلاص انا حفظتها، جانكا بيولوبا. اكتبوها كده عندكم، جانكا بيولوبا. جانكا بيولوبا دي طلعت عشب، وهي عارفه انها عشب، والعطار عارف انها عشب، احنا اللي مش عارفين، انا اللي مش عارف. فهي طلعت عشب، وهي بتساعد على تقويه الذاكره، وبتستخدم كام قد ايه، لمده قد ايه؟ احنا بنقول بنستخدمها مره يوميا، تمام، مره يوميا، كوبايه يعني، كوبايه يوميا، تمام. وبالنسبه للاطفال ان احنا بنحطها ممكن في جوز، في عصير، او ممكن كمان نحطها على فكره مع السلطه، ما فيش اي مشكله خالص مع السلطه كمان، تمام. وبتدي طعم جيد للسلطه. لا هو مش طعم، هو انا قلت له هو لا طعمه حلو ولا طعم سيء، لا كده يعني نحط منها شويه صغيرين. هي اسمها بس هي اكنها مش موجوده اساسا، اللي جميل يعني. طيب بس طبعا الوظيفه بتاعتها عاليه قوي، زي ما بقول لك ان هي بتوصل للدم للمخ طبعا بشكل كويس، فبتحسن الذاكره. طب احنا عندنا في حاجه يا جماعه، طبعا اكتشفوا الصينيين يا جماعه دايما، او المراكز في شرق اسيا، مراكز طبيه بدات تلجا للعلاج بالاعشاب، وبدات تلجا للطب النبوي، بالرغم ان هم لم يعلموا عنه شيء، انما هم بيبحثوا ابحاث طبيه، فبداوا يرجعوا للطبيعه وبداوا يلجاوا للطب النبوي، فبداوا يظهر مراكز بتعالج بالميه والملح.
فايه هو بقى فكره الاستحمام بالميه والملح؟ احنا معانا كارت عن الاستحمام بالميه والملح، نسمع الاول الفوائد بتاعته للارهاق، لازاله الارهاق والايه والارق. هنتكلم بقى. هنتكلم بقى. طب نسمع بقى الايه المراكز ليه في الصين انتشرت جدا، وايام زمان بقى ايام سي السيد ما عادش موجوده دلوقتي، اللي هو الطشت بتاع الميه اللي فيه الميه والملح ده، وتقعد تغسل رجليه والكلام ده، هل فعلا ليها دور؟ طبعا. الميه والملح غير ان هو بيعالج الاجهاد، الملح بشكل عام بيشيل كل الطاقه السلبيه اللي موجوده في الجسم. تمام. ازاي؟ ان طبعا بعد الاستحمام فورا بنجيب زي شفشق كده بنحط فيه ميه وملح. تمام. وبناخده كله طبعا على جسمنا، بس بعيد عن الشعر تماما. تمام. ملوش علاقه بالشعر. عايزه اقول لك كمان بقى على حاجه، لو رجعنا كده لورا نلاقي اهالينا لما كان الزوجه بتجيب لزوجها زي الطشته كده او طبق، تحط فيه ميه وملح. تمام. وبتحط رجليه في الميه وملح، ايه الفايده بتاعته؟ تمام. قال لك ان الطب، في الطب الصيني وفي الصينيين، قال لك ان القدم دايما بتبدا الراحه من منطقه القدم بتاعت الرجل، لانها هي السنتر بتاع الجسم نفسه. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. لكم بعد الفاصل، وعايزين في دقيقه في عجاله، ايه التغذيه الصحيحه للاطفال في الفترة اللي احنا فيها؟ في دقيقة كده يا دكتور. أهم حاجة في التغذية عند الأطفال إن أنا أبعد عن المواد الحافظة، وخصوصا مادة البنزويت لازم تمام. أبعد عنها تماما، لأن دي أول حاجة بتساعد على النسيان. تمام. تاني حاجة، خلينا دايما نتجه للحاجات اللي بتكون فريش. يعني أنا مثلا عايزة أعمل سلطة، بعمل السلطة دلوقتي دايما بشوف الألوان، مثلا أحط فلفل أصفر، فلفل أخضر، خيار، طماطم، أشوف الألوان إيه عندي. كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها لون، جعل فيها لون، جعل فيها فايدة، ودي مهمة جدا. تمام. الحاجة كمان التانية، النوم بدري. يعني طبعا النوم بدري ده بيساعد على افراز هرمون السيروتونين، فبيحسن المزاج عند الطفل، بيساعد على تقويه الذاكره، بيجدد الخلايا عنده، فطبعا بيساعد على فوائد كتيره جدا. فالمهم ان انا ابعد عن الطفل النوم متاخر، لازم اهم حاجه النوم بدري. طبعا الزبيب ده صعب في ايامنا اللي احنا فيها. الزبيب، الزبيب انا عايز بسرعه بسرعه الزبيب. الزبيب مهم قوي لعلاج الاجهاد، بس بيكون 21 زبيبه، وتبقى دايما على الريق. 21 زبيبه على الريق. كمان عين الجمل. انا عايز اقول الجمل. عايزه اقول لك بقى ان عين الجمل مش لوحده، ده انا بعمل مشروب من القرفه مع جرانسنج مع عليها عين الجمل. عين الجمل بتعمل على تقويه الذاكره، وخصوصا للاطفال في اثناء المذاكره بشكل عام. الحقيقه الموضوع كبير ومهم، وبيجي لنا عليه اتصالات كتير جدا جدا، واحنا ان شاء الله مستمرين في الموضوع ده، وهنتكلم عنه كمان باستفاضه. انا عايز اشكركم، وان شاء الله هنلتقي تاني. وطبعا بشكر زميلتي الدكتورة نيرة صلاح. شكرا يا محمد. على المعلومات القيمة دي، وتابعونا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، اسأل الدكتور، تقديم محمد عنبر و دكتورة نيرة صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.